طائر السمان هو اكتر كائن عشوائي على وجه الارض، وده ليه؟ لانه ما بيخططش لمستقبله، يعني مثلا ما بيبنيش عش زي باقي الطيور، ما بيعرفش يبني اصلا، وكمان ما بيشيلش المسؤوليه لدرجه انه في اوقات كتيره بينسى البيض بتاعه اولاده يعني. ده غير ان السمان ملوش كبير، بمعنى اصح القطيع بتاعه ملهوش قائد، وفوق ده كله دماغه صغيره حرفيا ومجازيا، قدراته العقليه تكاد تكون صفر. قول لنا السمان بيفكرك بمين؟